السلام عليكم. اول حاجه كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الفطر المبارك، وتاني حاجه كل الدعم لاهالينا في فلسطين اللي محتاجين منا كل كلمه طيبه في حقهم، وان شاء الله ترجع لنا ارضنا مره تانيه. بص يا سيدي، العقل هو اخطر منطقه في جسم الانسان لانه مركز التفكير والتحكم في الجسم، وكل حاجه بنعملها تعتبر ترجمه لاوامر العقل. علشان كده لو عايز تتحكم في شخص لازم في الاول تتحكم في عقله. وقبل ما نبتدي الحلقه ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. عمليه التحكم في العقول عمليه مش بسيطه، مش سهل انك تلعب في تفكير بني ادم وتحوله لجاسوس او ارهابي، لازم عمليه طويله وعلم ليه منهج وعايز وقت. الدول الكبرى على الكوكب اهتمت بالموضوع ده ودرسته وعملت عليه مشاريع كانت غاية في السرية. المشاريع دي حولت الإنسان لفرط تجارب، وبالرغم من التكتم على المشاريع دي إلا أن ظهرت تحقيقات اتكلمت وفضحت الموضوع ده، خصوصا أن أكتر الدول اللي عملت التجارب دي على البني آدم هي أكتر الدول اللي بتطالب باحترام الإنسان. مئات الأشخاص تم استخدامهم في برامج سرية. البرامج دي أو البرنامج ده كان يخص المخابرات المركزية الأمريكية، وكان بيتم عمل البرنامج بدون علم الناس، وكان بيحاول يتحكم فيهم ويسيطر على عقولهم. والمجال ده ليه رحلة طويلة تعالوا احكيها لكم. في الثلاثينات النازيين كان عندهم معسكرات اعتقال سجنوا فيها اي حد تصنف انه خطر على النظام النازي او على العرق الآري الألماني، وبسرعة تتملي المعسكرات والمعتقلات النازية، معارضين سياسيين، يهود، غجر، عاهرات، وحتى البسكليتات. ومع بداية الحرب العالمية الثانية اتضاف عليهم الأسرى من جنود الحلفاء، وده لما كانت ألمانيا تنتصر في بداية الحرب. سنة 1945 انتهت الحرب العالمية الثانية بهزيمة ألمانيا، وكشف الحلفاء عن كثير من الجرائم البشعة اللي ارتكبها الألمان في المعتقلات النازية، زي إعدام المعتقلين بالغاز أو موت غيرهم نتيجة سوء التغذية أو انتشار الأمراض. بس في جرائم ركز عليها الحلفاء، زي دراسة آثار الأسلحة البيولوجية والكيميائية على البشر، وتجارب العقاقير لاختبار مفعولها، ودراسة علم الوراثة وتنقية العرق الآري، ده غير دراسة سلوك الإنسان ومحاولة السيطرة عليه. ألمانيا بعد الحرب انقسمت لجزئين، جزء تحت سيطرة روسيا ودي كانت ألمانيا الشرقية، وجزء كان تحت سيطرة أمريكا وإنجلترا وفرنسا ودي كانت ألمانيا الغربية. أمريكا دورت على علماء الألمان بحيث إنها تحاول تستفيد منهم، ومجموعة من العلماء دول نقلوا سرهم لأمريكا، وكان ليهم نجاح مبهر في مجال واحد، إنهم يخلوا الجواسيس والأسرى يعترفوا بالمعلومات المهمة، وده كان عن طريق التعذيب الجسدي والنفسي. وطبعا طرق التعذيب كانت مختلفة، حاجة كده شغل فنادق. وهما شغالين في حوار التعذيب ده كانوا بيعملوا تجاربهم على قدرة التحمل عند البشر، وكمان طرق غسل الدماغ والسيطرة على العقول، والهدف كان تجنيدهم والاستفادة منهم. وهنا كان لازم تدخل المخابرات الأمريكية لأن ده كان مجال عملهم الأمني والمكلف بجمع المعلومات عن أي عدو لأمريكا، والمخابرات الأمريكية تاخد العلماء دول في حضنها علشان يكونوا الأساس لمشروع سري ضخم. والمشروع ده كان اسمه كي ألترا، واللي تأسس في الأربعينات من القرن الماضي خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية، وكان الهدف الرئيسي من المشروع ده دراسة العقل البشري وكيفية السيطرة عليه بشكل كامل. يعني كانوا عايزين يخترعوا حاجة تعزز التفكير غير المنطقي علشان يدوا الحاجة دي لشخص معين، والشخص المعين ده يتحول لنكتة من غير ما يحس، واللي حواليه يضحكوا عليه. وكان الهدف من العقار ده انهم يستخدموه ضد الشخصيات السياسية، خصوصا اللي كانت معادية لأمريكا وقتها زي فيديل كاسترو اللي كان رئيس كوبا وقتها. وطبعا كان في اهداف تانية للمشروع زي اختراع عقار يخلي التنويم المغناطيسي سهل، او اختراع عقار يزيد قوة تحمل التعذيب والضغط النفسي، او اختراع عقار يسبب فقدان الذاكرة بعد مهمة معينة، أو اختراع عقار يغير التركيبة الشخصية، أو اختراع عقار يسبب التشوش الذهني فما يقدرش أي حد يستمر في التصنع أو الكد خصوصا وقت التحقيق معاه، وكمان اختراع عقاقير الهلوسة السمعية والبصرية، أو اختراع كبسولة توقف تأثير الكحول، أو كبسولة تزيد تأثير الكحول على حسب الحالة المطلوبة، واختراعات وتجارب تانية كتير جدا. وخلال 20 سنة تم إخضاع مئات الأمريكان للتجارب دي من غير ما يعرفوا عنها أي حاجة، كانوا فئران تجارب حرفيا بيتحقنوا بالعقاقير ويتم دراستهم وهم عايشين في مية البطيخ. ويعتبر عقار الـ LSD أكتر عقار
اتجرب على الامريكان، وضع كار بيسبب حاله قويه جدا من الهلوسه، وكمان بيقعد فتره زمنيه طويله. المخابرات الامريكيه كانت بتستخدم اساليب قذره، وكل ده علشان تعرف توقع ضحاياها وتعمل عليهم التجارب دي. في عمليه من العمليات اسمها عمليه ذروه الليل، المخابرات الامريكيه دخلت بيوت الضحاره وحطت فيها كاميرات وادوات تجسس، واختاروا كام شخص من الناس اللي بتزور الاماكن دي واخضعوهم للتجربه. بس طبعا الناس دي ما كانوش عارفين اي حاجه، وخلوا الناس دي تحت تاثير عقار ال LSD من غير ما يحسوا، وبداوا يصوروا الاعراض اللي بتظهر عليهم. وكان في سبب صايع لاختيار بيوت الضحاره، لان الضحايا هنا مستحيل يتقدموا باي شكوى علشان اكيد هيخافوا من الفضيحه. وطبعا بيوت الضحاره في الوقت ده ما كانتش قانونيه، وطبعا الناس اللي كان بتعمل عليهم التجارب دي كانوا هيخافوا من ملاحقه القانون لان هم بيمارسوا الضحاره غير قانونيه. وطبعا كان في اماكن ثانيه للتجارب دي، واشخاص ثانيين كانوا فران تجارب من غير ما يعرفوا، زي مصحات الامراض العقليه والنفسيه، وده علشان سهل ان يتحقن مرضاهم بالعقاقير، وكمان اختبار اثرها عليهم من غير اي شبهه او لغط. وكمان اتعملت التجارب دي في المستشفيات والجامعات ومعسكرات الجيش والسجون، ووصل بيهم الامر ان هم يجربوا العقاقير دي في المستشفيات الكنديه. المصيبه ان في عدد كبير جدا من الدكاتره والعلماء اتعاونوا مع المخابرات الامريكيه في الجريمه دي، ونفذوا تجارب بشعه زي الصدمات الكهربائيه والتنويم المغناطيسي وتجارب مسح الذاكره وغسل الدماغ وغيرها من تجارب تانيه اكتر بشعه. بدا الكلام ينتشر عن المشروع MK Ultra، وسنة 1973 تتلف المخابرات الأمريكية أغلب الوثائق اللي بتتكلم عن المشروع ده، وتضيع معاها جرائم وانتهاكات التجارب دي. ومن أشهر الجرائم قتل الخبير فرانك أولسن، وده كان متخصص في الأسلحة البيولوجية في الجيش الأمريكي، واللي ادوله عقار ال LSD من غير ما يعرف علشان تحت تأثير العقار ده ينط وينتحر من الدور العاشر. طبعا دي القصه الرسميه للحادثه، لكن عائله أولسن كان عندها قصه ثانيه. كانوا مصرين ان المخابرات الامريكيه هي اللي قتلته، لانه كان بيهددهم بفتح انتهاكاتهم وجرائمهم في المشروع ده. وطبعا المشروع ده كان سري جدا، فكان لازم المخابرات الامريكيه تتخلص من فرانك. سنة 1994 يخرجوا جثة فرانك علشان يشرحوها، علشان يعرفوا السبب الحقيقي لموته، وهنا النتائج اللي تطلع كانت صدمة. فرانك اتعرض للتعذيب والضرب قبل ما يترمي من الشباك، وغالبا كان فاقد للوعي قبل ما يوصل للأرض. نرجع ورا شوية لسنة 1974، جريدة التايمز تنشر مقال صدمة، المقال اللي بيتكلم عن التجارب السرية للمخابرات الأمريكية، وخصوصا اللي كانت بتتعمل على الأمريكان. المقال ده قلب الدنيا لدرجة ان الكونجرس الأمريكي شكل لجنة علشان تحقق في الموضوع. جلسات التحقيق دي قعدت كام سنة، اتعرف من خلالها جوانب مشروع MK Ultra، لكن الحجم الفعلي للمشروع وكمية الجرائم اللي تم ارتكابها فضلت مجهولة لحد دلوقتي. وبسبب التحقيقات بس أمريكا دفعت تعويضات خيالية، وطبعا التعويضات دي شملت عائلة فرانك، واللي خدوا 750 ألف دولار كتعويض. وبعد ما تعرف موضوع التجارب دي ظهرت نظريات كتير، زي ان المشروع ده كان ليه صلة بقتل روبرت كينيدي. الحادثة دي كانت سنة 1968، روبرت كينيدي كان نائب الكونجرس وقتها، واللي قتله شاب فلسطيني اسمه سرحان بشارة. وطلعت نظرية بتقول ان سرحان كان تحت تأثير التنويم المغناطيسي وهو بيرتكب الجريمة. ومن الحوادث التانية اللي متهمة فيها المخابرات الامريكية حادثة مدينة جونز، واللي تعتبر أكبر حادثة انتحار جماعي في التاريخ، وراح ضحيتها أكتر من 900 شخص، ودي اتكلمنا عنها بالتفاصيل في حلقة لوحدها، هتظهر لك هنا أو هنا أو هتلاقيها في الديسكريبشن تحت. في ناس قالت إن جيم جونز كان شغال مع المخابرات الأمريكية، واستغل أتباعه علشان يكونوا جزء من مشروع السيطرة على العقول، وإن المخابرات الأمريكية هي اللي كانت بتدير المعسكر بالكامل، وإن عملية الانتحار الجماعي كانت تغطية على جرائم المخابرات الأمريكية، وعمليات غسيل المخ اللي حصلت داخل المعسكر، وفي حوادث غامضة كتير ما نعرفش عنها أي حاجة، يا إما اتعدمت ملفاتها أو لسه ما خرجتش للنور. ولحد هنا انتهت حلقتنا. ما تنساش لو عجبتك الحلقة تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم أحمد عوض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.